أنا كنت في سوريا مدرس تربية رياضية ودرست حوالي سنتين هنيك، وبسبب الأوضاع اللي صارت اضطريت إنه أجي على الأردن هون، وكان في شباب أصحابينا هون كان يشتغلوا بمجال الديكور والجبسين والجبسنبورغ، وحبيت هاي المصلحة وتعلمتها، ومن 10 سنوات لحد الآن أنا أشتغل بهاي المصلحة، ومن 5 سنوات رحت طلعت شهادة مزاولة مهنة بمستوى محدد مهارة. مهنتي كسباكة كانت من 7 سنوات، امتهنت هاي المهنة وأخذت عدة تدريبات فيها، لكن أنا واجهت فيها كتير تحديات، وهاي التحديات حاولت الحمد لله في خلال 7 سنوات أني أتخطاها وألغي ثقافة العيب من المجتمع، وأثبت للمجتمع وللناس أنها في مهن بنقدر إحنا نمتهنها كسيدات غير تقليدية ومحتكرة للرجال، ووصلت لهاي المرحلة. إحنا من خلال برنامجنا اللي بقوم على 8 زيارات ميدانية للفنيين بالمواقع العمل المختلفة، من أهل الفنيين بالاتجاه الأخلاقي اللي هو السلوكي أو الاتجاه التقني، بعد ذلك من أهل الفني اللي يحصل على شهادة مزاولة المهنة، من خلال هذه الشهادة الفني بيحسن دخل المادي، وكذلك الأمر بتوفر فرص عمل داخل البلد وخارجها، وبتعزز من ثقته بنفسه. يوم من الأيام كنت عم بتصفح الفيسبوك فشفت إعلان من كلية ليمونوس بتمويل من منظمة العمل الدولية عن برنامج لاعتراف بالخبرات السابقة. تواصلت مع المهندس المسؤول على الموضوع هذا واشتركت بالبرنامج، وصار يجوا لعنا عدة سيارات ويعطونا ملاحظات كانت تفيدنا من خلال عملنا. وبعد ما أخلص البرنامج بحصل على شهادة مزاولة مهنة بمستوى ماهر، وهي الشهادة بتفيدني للعمل هون داخل الأردن وخارج الأردن. من سنة حبيت أطور مهنتي كسباكة، فأخذت تدريبات كتيرة في الكهرباء، لأن الكهرباء والسباكة بكملوا بعض وماشيين بخطين متوازيين. بعد اشتراكي بالبرنامج صاروا المقيمين بالبرنامج يزورونا بالورشات ويعلمونا كيف أمسك زرادية، أنواع الأسلاك، أشكالها، كل سلك وين ممكن إنه يكون مكانه الصحيح، وهاي زادت من خبرتي أنا في الكهرباء، وكمان من خلال هذا البرنامج أنا تعززت ثقتي بنفسي. بعد ما أخلص هذا البرنامج رح أخذ شهادة مزاولة مهنة وأصير أخذ ورشة سباكة ورشة كهرباء، وهذا رح يعمل تحسين على الدخل. بتمنى في المستقبل يصير عندي شركة مقاولات أخذ من خلالها شغل تمديدات صحية وكهرباء، وشجع السيدات إنها تمتهن أي مهنة بتحبها وتكسر حاجز الخوف والرهبة اللي جواتها وتثبت حالها في المجتمع.